والله في المحطات يا شغلانة. المشكلة احنا بنخاف على بلدنا. عايزين نعرف سبب وقفتك النهارده ايه؟ عايزين نعرف سبب وقفتك. احنا عمال بتاعهم، احنا عمال بننافس بيع التسويق، قطاع التسويق اللي هي ايه؟ اللي هي المحطات. المحطات اللي بتبيع المنتجات السائلة، المنتجات الكيماوية. احنا ما لناش أي مرتب. وما لناش أي تأمين، احنا شغالين على البقشيش فقط. يعني انا لو رحت يوم محطتي وما لقيتش فيها منتج بقى عليا واجب ان انا اقعد في محطتي انضفها واعمل كل اشغالها وبروح اخر اليوم يا مولاي كما خلقتني لان انا مصدر دخل. مفيش عقد ما بينك وما بين مصر البترول. مفيش عقد. المفروض ان اكتر من 4 رؤساء شركات سابقين اعترفوا بحقنا والمفروض اللي هم ابتدوا يجادلونا ويحطونا في عشوفات وينزلونا في دفعات. 3 سنين ثوره ما دخلش مننا غير دفعه واحده. ما هو قسما بالله ما وقفنا، قسما بالله ما عطلنا شغلنا. شفنا شغلنا بما يرضي الله. أكتر من قابض الأجور نفسهم. ده عشان إيه؟ عشان إحنا شباب معانا الجنسية المصرية بتاعت الأرض. هل لجأتوا لرئيس شركة مصر للبترول أو إحنا النهاردة أول مرة نلجأ له، كان المفروض عاملين وقفة قدام هيئة البترول. في المعادي بس ما كناش قلنا احتراما مننا كشباب محترمه قلنا ما نتعداش لشركتنا ونتوجه اليه خطوه اولا وهو اللي عملناه النهارده. طلع مننا 4 زمايلنا كلموا طبعا سبحان الله ارجونا حوالي 35 واحد بس بنمثل كشوه اللي هم عمال اليوميه على البشيش. فجينا خطبوا 30 دول او 35 دول سبحان الله كانوا من عن فضل الله كانوا وسيله ضغط وفعلا قبل يقابلنا قبل ان هو يقابلنا ودي ما حصلتش قبل كده سبحان الله. طبعا هو رئيس شركه فاحنا اصغر حلقه في شركته فطبعا في تفارق. المهم قابلنا وزمايلنا اللي نزلوا كلهم راضيين لانهم مصرين هتجيب لهم معاد على تشغيلنا او تنظيم الدفعات.